احفظك. في البداية نبيك تبشرنا الحالة المطرية اليوم اللي تمر فيها الكويت إلى متى مستمرة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكركم على هذا الاتصال والتواصل. طبعا تأثرت دولة الكويت اليوم في حالة جوية بدأت فيان اليوم الصبح على المناطق الغربية، وتقدمت على المناطق السكنية والمناطق الوسطى خلال الساعات القادمة والماضية، وأيضا المناطق الشمالية. لاحظنا الأمطار ما شاء الله كانت كميتها جدا غزيرة، خاصة في المناطق الوسطى محافظة العاصمة وبعض مناطق محافظة حولي، سجلنا أعلى كمية حتى الآن 38 ملي بالسالمية ما شاء الله، وتفاوتت باقي المناطق ما بين 27 و26 في الجابرية وكيفان، وأقصى المناطق الشمالية 14 ملي، وبعض المناطق الجنوبية تفاوتت ما بين 2 ملي إلى 6 ملي. يعني الكميات الحمد لله كانت في بعض المناطق خفيفة وبعضها متوسطة وكانت في بعضها غزيرة. الآن في هدوء نسبي بالنظام الجوي، احنا متوقعين يعني قاعد نرصد سحب قاعد تتشكل في غرب الجنوب غرب الحدود الغربية من دولة الكويت، متوقع أن خلال ساعتين إلى ساعتين إلى ثلاث ساعات راح تبدأ تأثر علينا فيها أمطار إن شاء الله متفاوتة بعد من خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق البلاد، راح تستمر ويانا إلى الفجر. فرص الأمطار مستمرة ويانا إن شاء الله للفجر يوم الجمعة على فترات متقطعة وبكميات متفاوتة ما بين خفيفة إلى متوسطة بإذن الله تعالى. يمكن من خلال كلامك ودي توصل يعني رسالة للكويتيين والمقيمين على هذه الأرض بأن يأخذون الحيطة والحذر، ودي توصل رسالة من خلال برنامجنا. احنا والله بما ان باشر عطلة نهاية الاسبوع، تعرف الناس بدا يزين الجو بعد الامطار، اللي بيكشت اللي بينزل البحر اللي بيروح مزرعة، احنا النشاط الانشطة البحرية يعني ما ننصح فيها لا اليوم ولا باشر. يوم الجمعة راح تستقر الاجواء وان شاء الله راح تكون مناسبة حق الانشطة البحرية. بالنسبة حق النزهات البرية الكشتات الطلعات البرية بالبر، باكر ايضا في توقع لتكون سحب رعديه ونشاط في الرياح. اليوم سجلنا سرعه رياح تجاوزت 60 و70 كيلو متر في الساعه، فمتوقع ايضا باكر خاصه على المناطق الشماليه. فيعني عشان يعني ما تنصح بعد باكر اخوي عبد العزيز؟ باكر ما انصح، يوم الجمعه ان شاء الله راح تكون الاجواء حلوه عقب المطر واستقرار، والرياح راح تكون شماليه غربيه، فالاجواء راح تكون يوم الجمعه افضل ان شاء الله من باكر، لان يعني لا تزال حاله عدم الاستقرار مستمره. يعني من خلال اتصال معك نبي نضيق خلق الساده المشاهدين خصوصا المشجعين، راح يكونون ان شاء الله في استاد جابر باكر المفروض الساعه 7:30 مباراه منتخبنا ضد الهند. تعتقد يعني المباراه هذه ما راح تصير؟ لا ما اتوقع ان يعني الحاله الجويه تستدعي الغاء المباراه على حسب التحديث الاخير. اي يعني المباراه راح تكون موجوده؟ والله ان شاء الله راح تكون موجوده وراح تقام، لان اكثر تاثير كميات الامطار على اقصى المناطق الشماليه، فان شاء الله راح تستمر ان شاء الله فعاليات المباراه ان شاء الله. طبعا عندك خبر ان وزاره التربيه لغت طبعا حصص باكر عن الحضور التعليم، راح يكون طبعا الحضور عن طريق الاونلاين، ما في حضور طبعا في الفصول المدارس، عندك خبر؟ ها والله ما عندي خبر، توك تبشرني، اشوف عيالي قاعد يقول علي تليفون ما رديت عليهم لأني كنت طالع توني من الاستديو، فما أدري والله عن الخبر هذا. يعني عندك خبر وصل لك الحين الخبر ها أخوي عبد العزيز؟ تواصل. أي نعم أي نعم أنا توني أي نعم. الزين الزين طمنا الحين بعد هم عن استعدادات اخواننا، طبعا رجال الأمن يمكن شفتهم كفين طبعا حضورهم بالشارع، وأيضا اخواننا في وزارة أشغال أمورهم كلها تمام إن شاء الله. والله الحمد لله، يعني جميع الأفرقة الطوارئ كوني عضو في هذه الأفرقة قاموا في دورهم، وما شاء الله يعني من قبل 3-4 أيام وهم يعني مستعدين وجاهزين، ونشوف أعمالهم الآن في الميدان، وما شاء الله تفاعلهم مع الحالة المطرية وكل الشوارع اللي صار فيها مثلا طفح في الأمطار أو أغلاق ما طولت، وبسرعة عادوا فتح الشوارع. الله يعطيهم العافية وقواهم الله على مجهودهم. آخر سؤال أخوي عبد العزيز، بس ودي تنوه بالموضوع، طبعا أكثر الأخوان المفروض أنه ما يطلعون يكون موجودين في بيوتهم، لكن نبي نعرف شلون طريقة الحيطة والحذر داخل البيت، شنو ممكن أسوي عن استعدادات داخل البيت، يعني مثلا أسكر شترات، أسكر مثلا يعني شغلات معينة في السطح، أبي أن يعني تنوه حق السادة المشاهدين هذا الموضوع. والله دائما في مثل هذه الحالات يعني أغلب الحوادث اللي تصير من الالتماس الكهربائي، خاصة إذا صارت الأمطار معاها رياح أحيانا تؤدي له قطع الاسلاك، سقوط بعض الابراج، فالتاكد من يعني سلامه التيارات والتوصيلات الكهربائيه. كذلك يعني احيانا يعني احنا من الساعه كنا في تقريبا على البحر صوب سوق شرق، بعض الكهرباء طفت، الليتات اليدويه ايضا يعني التاكد من المرازيم لا يطفح الماء فوق السطح، الواحد ما يدري
يعني ما تشيك على السطح فيطفح الماء احيانا يخر البيت، فتنظيف المرازيم الدائم، تنظيف المجاري الدائم، فهذا كله يساعد في مثل هذه الحالات. يعطيك الف عافيه، شكرا لك اخوي عبد العزيز القراوي مدير اداره الارصاد الجويه في الاداره العامه للطيران المدني على هذه المداخله.